السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية شباب. إن شاء الله خلال هذا الفيديو راح نتطرق لمناقشة شابتر 10 في مساق السوي. هاي المرة راح نستعرض الشابتر من خلال جهاز اللابتوب، مش هنعمل تصوير مكتبي زي الشباتر السابقة، لأنه الشابتر بشكل أساسي بيعتمد على الأشكال وعلى الجداول، ما فيش فيه حسابات كتير، عشان هيك شايف إنه لو استعرضناه من خلال جهاز اللابتوب بيكون أفضل. خلينا نشوف أول إشي في شابتر 9 اتكلمنا عن موضوع حساب الاستريس عن نقطة معينة على عمق معين في مقطع التربة، كيف نحسب هذا الاستريس. يعني مثلا كنا نحسب الاستريس عند هاي النقطة في مقطع التربة، كنا نقول والله في عنا توتال استريس وعنا افكتيف استريس. التوتال استريس كنا نقول عبارة عن جميع الأحمال التي تقع فوق هاي النقطة، بمعنى النقطة بتقع على هذا المستوى، جميع الأحمال كنا نحسبها للنقطة هاي، أو جميع الأحمال اللي فوق هاي النقطة كنا نحسبها ونقول هي عبارة عن التوتال استريس. بمعنى كنا ناخذ وزن التربة للجزئية هاي، وكنا نقول جاما ساتوريشن في الاتش ارتفاعها زائد وزن التربة هاي اللي هي عبارة عن جاما لهاي الطبقة في الاتش تاعتها، تمام. وبعد هيك كنا نحسب البور ووتر بريشر، ومنها نقول والله الافكتيف ستريس عباره عن التوتال ستريس ناقص البور ووتر بريشر. لكن خلال الشابتر ما تطرقناش لموضوع انه يكون عندنا حمل خارجي بياثر على مقطع التربه. فيش عندي حمل خارجي بياثر على مقطع التربه، هذا الكلام ما استعرضناهوش في شابتر 9. بدنا نشوف الحين في شابتر 10 كيف هذا اللود الخارجي بأثر على نقطة معينة في مقطع التربة على عمق معين. خلينا قبل ما ندخل في الحسابات نتفق انه هذا اللود الخارجي زيه زي اي لود، زيه زي وزن التربة اللي هين، زيه زي وزن التربة اللي هين. بالتالي لما بدي اجي مثلا قال لي احسب التوتال ستريس عند النقطة، قال لي احسب التوتال ستريس عند النقطة ايه، قلنا جميع الأوزان اللي فوق النقطة A اللي هي عبارة عن وزن هاي التربة، وزن هاي التربة زائد اللود اللي هنا، تمام. اللود بقسمه على المساحة بتاعت مقطع التربة، وبجيب وحدة الكيلو نيوتن للمتر مربع، وبحسب الاسترس اللي هنا والاسترس اللي هنا واللي هنا، وبجمعهم بقول هو عبارة عن التوتال استرس عند النقطة A. بالتالي بقدر أقول كمان الافكتيف استرس هيكون عبارة عن التوتال استرس ناقص البور ووتر بريشر. بالتالي تأثير الكيو هيكون عبارة عن ايش؟ انه انا والله التوتال ستريس اللي حسبته عند الاي والافكتيف ستريس اللي حسبته عند اي بناء على اوزان طبقات التربة، فقط بدي اضيف عليه تأثير اللود الخارجي، بدي اجمع عليه جمع سواء في الافكتيف او في التوتال ستريس. خلينا الحين نشوف كيف بنحسب تأثير او الاسترس المتولد عند اي نقطة في مقطع التربة الناتجة عن هذا اللود اللي هو الكيو. في عندي حالتين للود الخارجي. عندي اول حالة زي ما انتم شايفين اللي هو اللود بيكون مؤثر او اللود جاي على كامل مقطع التربة، تمام، جاي على كامل مساحة مقطع التربة. ايش هيصير عندي في هاي الحالة؟ في هاي الحالة راح ينتقل، طبعا الأحمال الخارجية، خلينا نتفق في البداية، الأحمال الخارجية بتكون عبارة عن منشآت استراكشر بتأثر على التربة، كل استراكشر نهاية اللود راح ينتقل للتربة، من التربة راح ينتقل لباقي طبقات التربة إلى أسفل. كيف بده ينتقل اللود من سطح الأرض لطبقات التربة؟ بيكون بالشكل التالي. الأول حالة قلنا إنه يكون اللود موزع كامل مساحة المقطع، بالتالي اللود لما يجي ينتقل من سطح الأرض إلى الطبقات الأخرى راح ينتقل بنفس المعدل، بمعنى إذا تولد عندي ستريس على سطح الأرض مقداره كيو راح ينتقل لباقي طبقات التربة بنفس المقدار كيو. ليش؟ لأنه أنا اللود عندي، اللود بيأثر على مساحة معينة، على كامل مساحة التربة، فلما ينتقل لأسفل هيضلوا موزع على كامل مساحة التربة، فيش مساحة يتوزع فيها بشكل اكبر، تمام. بالتالي كيو او الاستريس المتولد على سطح الارض هو نفس الاستريس المتولد على اي عمق اخر، تمام. بالتالي كيو
بدها تساوي دلتا ستريس عند النقطة هاي هي نفسها دلتا ستريس عند النقطة هاي أو النقطة هاي. تمام؟ بمعنى إنه الستريس راح يكون ثابت سواء على سطح الأرض أو في طبقات الأرض الطبيعية أو طبقات الأرض المختلفة. لكن هذا الكلام مش منطقي، لأنه أساساً فيش لود بيجي موزع على مساحة الأرض ككل أو على مساحة التربة ككل. فقط هذا الكلام بيصير في المختبرات. كيف؟ لما أنا أكون جايب عينة التربة وأحطها في اسطوانة، أجيب اسطوانة وأحط فيها عينة التربة وأروح أعرضها للود موزع، بالتالي بقول والله صحيح إنه اللود جاي على كامل مساحة التربة، لكن في أرض الواقع ما فيش إنه لود جاي والله على كامل طبقة الأرض. نيجي للحالة الثانية. طبعا هاي بسيطة، يعني الحين بدي أجيب الزيادة في الاستريس أو قديش راح يزيد عند الاستريس عند النقطة A مثلا الناتج عن اللود. بقول والله قديش الاستريس عند سطح الأرض، هيكون عبارة عن Q ضرب الأريا، ضرب الأريا. تمام؟ Q في الأريا، وبروح أقول والله التوتال ستريس، بزيد قيمة Q في الأريا على التوتال ستريس وبزيدها على الإفكتيف ستريس. تمام؟ وهي الحالة البسيطة. الحالة الطبيعية اللي بتصير على أرض الواقع إنه اللود بيكون مش موزع على كامل مساحة الأرض أو مش موزع على كامل مساحة التربة. في هاي الحالة، وهي هي الحالة الطبيعية، يعني مثلا أنا عندي هين قاعدة بتأثر على مقطع من التربة، طبعا القاعدة مش موزعة أو مساحتها مش جاية على مساحة التربة كلها، بالتالي راح يتولد عندي ستريس على سطح الأرض. لو جيت قلت لك قديش الستريس على سطح الأرض الكيو، هتقول لي عبارة عن البي ضرب مساحة القاعدة، هذا عبارة عن الستريس المتولد على سطح الأرض. لكن بعد هيك اللود لما ينتقل لطبقات الأرض راح ينتقل بحيث إنه اللود راح يتوزع بهذا الشكل، راح تزيد المساحة اللي بتوزع عليها مقطع التربة. تمام؟ بمعنى إنه لو اجيت قلت لك قديش الاستريس على هذا المستوى، ثواني، تمام، لو جيت قلت لك قديش الاستريس على هذا المستوى راح تقول لي هيكون عبارة عن ايش؟ البي في المساحة هاي. وبالتالي لاحظ انه في كل ما يزيد العمق راح يتوزع اللود على مساحة اكبر، كل ما يزيد العمق راح يزيد او تتوزع اللود على مساحة اكبر، بالتالي لما اللود يتوزع على مساحة اكبر الاستريس بقل. وهين هي فكرة انتقال الاحمال من الاستراكشر للتربة، انه بنتقل الحمل للتربة، وبعد هيك خلال انتقاله لطبقات الأرض العميقة أو مع كل ما يزيد العمق ينتقل لأعماق أكثر راح تزيد المساحة اللي بتوزع عليها اللود، بالتالي بيبدأ تدريجيا الاستريس يتلاشى، لأنه كل ما تزيد المساحة بضله يتلاشى يتلاشى لغاية ما يتوزع اللود على مساحة كبيرة كتير ضخمة، بالتالي الاستريس راح يكون شبه أو أقرب للصفر. وهي هي فكرة انتقال الأحمال. هالحين أنا المفروض أشوف، يعني مثلا لو بدي أجي، خلينا يعني هاي الرسمة، أنا عندي بدي أحسب الإفكتيف ستريس عند هاي النقطة أو يا سيدي هاي النقطة، هتقول لي الإفكتيف ستريس أو التوتال ستريس، هتحسب لي إنه الأوزان تاعت طبقات التربة سواء التربة هاي والتربة هاي، وراح تجيني تقول لي بدي أضيف عليها كيو. تمام؟ لكن الكيو الستريس اللي هين مش نفسه الستريس اللي هيصل، يعني هو لما الاسترس على سطح الأرض لما ينتقل لهاي النقطة هيكون قل كتير، لأنه هالمساحة هتضلها تزيد اللي بتوزع عليها الحمل، بالتالي بدي أعرف قديش قيمة كيو، تمام، اللي راح تأثر على النقطة هاي أو أي نقطة في مقطع التربة. تمام؟ وهذا هو فكرة الشاطر. أنا بدي أجيب الاسترس أو تأثير الاسترس على نقطة معينة في مقطع التربة الناتجة عن حمل خارج. عشان نحسب هذا الكلام، تمام، يعني هي مثلا هي عندي لود بهذا الشكل، نستعرض شوية صور، عندي لود بهذا الشكل، أو هي موضوع القاعدة، لاحظ إنه القاعدة كان عندي استرس مقداره كيو على سطح الأرض، بعد هيك المساحة صارت تزيد تدريجيا
بالتالي لو اجيت على هذا العمق، شايف ماله القلم كل شوي بعلق، لو اجيت على هذا العمق هلاقي انه قيمة كيو قلت وصارت قيمتها دلتا كيو واحد. لو انزلت اكثر في الارض راح تلاقي انه الاسترس قل اكثر واكثر وصار قيمته دلتا كيو 2. كذلك لو نزلت اكثر هلاقي انه قيمته قلت صارت دلتا كيو 3 بناء على المساحة اللي توزعت عليها اللود. لغاية عمق معين يعني اللود هيضل ينتقل، يعني مش للمالا نهاية، لا عند عمق معين المساحة تكون كبرت كتير واللود تقريبا اتوزع على مساحة كبيرة والاسترس المتولد شبه اقرب للصفر. تمام، بدنا نشوف الحين كيف نحسب تأثير او قديش صارت قيمة كيو اللي على سطح الارض قديش صارت على عمق معين. في عندي مجموعة من القوانين او مجموعة من الاشكال لللود، بتعرف اللود له اكثر من شكل، كل شكل من اشكال اللود في لنا قانون او بعض المعادلات اللي بنحسب من خلالها تأثير الاسترس او الاسترس المتولد عند نقطة معينة على عمق معين. الحين لو جيت اول حالة بقول لك الاسترس الناتج عن بوينت لود، بمعنى لو عندي على سطح الارض لود على شكل بوينت، يعني هاي تقريبا الحالة ايش اقرب ما يكون لعمود الكهرباء. عمود الكهرباء كيف بيأثر على التربة؟ بيأثر كبوينت لود. تمام، لود بيأثر في نقطة معينة او كونستريتد لود. ايش تأثيره على مثلا، يعني هو بيقول لي هنا في السؤال او في القانون بدي احسب الاسترس عند النقطة A تقع اسفل، يعني هي مثلا سطح الارض، خلينا عشان نكون واضحين هي سطح الارض والنقطة A على عمق معين، بدي اشوف الاسترس المتولد في النقطة A الناتج عن قيمة البي. تمام، وطبعا دائما يعني انا الحين مش هتطرق لموضوع طبقات التربه والافكتيف ستريس واقعد احسب التوتال ستريس والامور هاي، فقط بدي احسب الاسترس المتولد عند النقطه A الناتج عن اللود. بعد هيك انت لما يكون عندك طبقات تربه وعندك تفاصيل بتروح تجمع هذا الاسترس مع الاسترس الناتج عن وزن طبقات التربه. تمام، يعني زي سؤال، تقريبا زي سؤال الكويز. أنا أعطيتكم في سؤال الكويز إنه في عندنا لود جاي على سطح التربة وكان موزع بالكامل على كان موزع على يعني في الكويز الأول كان موزع مقطع التربة بالكامل بحيث إنه خلص كيو هتضلها ثابتة مع العمق. حتى في الكويز الثاني كتبت لكم أسيوم إنه اللود أو اليونيفورم ستريس كان كونستنت وذ الدبث. تمام؟ الحين بدي أشوف تأثير الستريس أو الستريس المتولد عند النقطة إيه الناتج عن البوينت لود اللي عندي. بقول لي في عندي قانون بحسب لي قديش الاسترس المتولد عند النقطة A الناتج عن اللود، بقول لي بده يساوي 3 بي في زد على 2 باي في ار تربيع زائد زد تربيع اس 5 على 2. ايش عندي متغيرات؟ عندي البي، قيمة البي هو عبارة عن اللود اللي بيأثر على التربة اللي هو بوحدة في الغالب كيلو نيوتن. تمام، عندي قيمة الزد، الزد بيقول لي عبارة عن الدبث للنقطة A، قديش النقطة A قديش يعني الدبث تاعها أو قديش نازلة عن سطح الأرض. وعندي قيمة الآر، الآر عبارة عن المسافة بين البوينت لود بين اللود وبين النقطة A في المستوى الأفقي. تمام؟ يعني لو جيت أنا مستوى أفقي بهذا الشكل، هي عندي التربة، عندي هنا النقطة، هنا عندي اللود وهنا عندي النقطة A. تمام، المسافة هاي اللي بيناتهم هي المسافة R، قديش المسافة في المستوى الأفقي بين اللود والنقطة A. طبعا أنا لو جيت حملت محاور من عند النقطة B محاور بهذا الشكل، هاي X وهاي Y، بقول إنه والله الـ R راح تساوي إيش؟ راح تساوي البعد الأفقي على البعد، يعني البعد في الاتجاه X في او قصدي جذر الاكس تربيع زائد واي تربيع. الاكس عباره عن البعد في المحور اكس والواي عباره عن البعد في المحور واي، لانه هذا عباره عن ايش؟ قانون فيثاغورس. انا بالنسبه لي هي اكس وهي واي، والار تمثل اللي هو ايش؟ الوتر تاع المثلث، وهي الزاويه قائمه. ب
بالتالي على قانون فيثاغورس الار تساوي اكس تربيع زائد واي تربيع. بهمنيش انت كيف تجيب الار، في النهايه انا بدي الار عباره عن المسافه بين اللود وبين النقطه A اللي بحسب عندها في المستوى الافقي. تمام، ما حدش يروح يقول لي مثلا، يعني برضه شغله، يعني ما حدش يقول لي والله هاي المسافه بين البي والاي من هين من سطح الارض لاسفل سطح الارض. تمام، لا هذا الكلام مش غلط، انا بقول لك في المستوى الافقي، يعني بدي اعتبر انه النقطه A هاي مكانها، بدي اعتبرها على سطح الارض. تمام، بدي اعتبرها على سطح الارض واشوف المسافه بيناتهم، هي المسافه R. تمام، وبقدر اجيب هيك على القانون الدلتا او الستريس المتولد عند النقطه A. طبعا هو بسميها دلتا ستريس لانه ايش، بيعتبرها انه هي زياده على الاستريس المتولد من وزن التربه فوق الطبقه A، لانه هاي قلنا احنا كنا ناخذ اوزان التربه في التوتال ستريس، واللي كيو عباره عن ايش، زياده عليها، فتعتبر دلتا ستريس. تمام، هاي الطريقه الاولى ممكن احسبها من خلال القانون اللي هين، وفي الطريقه الثانيه اللي هي انا بعتبرها اسهل انه احسبها من خلال الجدول. في عندي جدول بيقول لي بحسب الدلتا ستريس او التغير او الزياده في الاستريس عند النقطه A، بده يساوي بي على زد تربيع، البي عباره عن ايش؟ عباره عن اللود، والزد عباره عن عمق النقطه A عن سطح الارض. في الاي قيمه الاي من وين اجيبها؟ بيقول لي بتجيبها من جدول موجود معنا في كتاب السوري. بدخل على الجدول باستخدام او من خلال قيمه ار على زد. ار على زد عباره عن الار قلت وضحناها اللي هي المسافه بين اللود والنقطه A والزد. بروح على جدول 313 بهذا الشكل، صفحه 313، هي عندي الجدول بيقول لي بناء على قيمه ار على زد، بجيب ار وزد بقسمهم مع بعض، بشوف قديش قيمه مثلا طلعت 0.1، بالتالي قيمه الاي بتطلع 0.4657. تمام، وهي تكمله الجدول. طبعا ممكن تطلع مثلا 0.05 ار على زد 0.05، بالتالي وين تقع؟ تقع بين ال 0.06 وال 0.08، بالتالي بعمل انتربوليشن بين هاي النقطتين وبجيب قيمه ال 0.05. طبعا تقريبا بجيبها بالانتربوليشن. تمام، بجيب قيمه الاي من هين بناء على ار على زد، وبروح بجيب الدلتا او الزياده في الاستريس، بدها تساوي البي اللود والزد زد تربيع العمق، والاي واحد عباره عن ايش؟ اللي هو القيمه اللي طلعتها من الجدول. تمام؟ طبعا هذا لو بدي احسب من لود واحد موجود عندي. طيب لو كان عندي في مقطع التربه بهذا الشكل اكثر من بوينت لود، يعني بهذا الشكل عندي بي 2 بي 3 بي 4 أكثر من بوينت لود، إيش بدي أعمل في هاي الحالة؟ بسيط، في هاي الحالة بدي أجي أحسب الدلتا سيجما أو الدلتا ستريس، قديش الستريس عند النقطة A أو المتولد عند النقطة A الناتج من البي. بعد هيك أروح أحسب الناتج من بي 2، وأحسب من الناتج عن بي 3 والناتج عن بي 3 بي 4، وبروح إيش أعمل؟ بروح أجمعهم، بقول والله الزيادة في الستريس الكلية هتكون عبارة عن الاستريس من كل لود. طبعا كل لود، يعني مثلا لو اجيت على بي 4 هيكون في عندي هيك ار جديدة، مثلا هاي ار جديدة وهاي هتكون ار جديدة. قيمة الزد طبعا هتكون ثابتة لانه قديش النقطة A بتنزل عن سطح الار. نروح على الحالة الثانية اللي هي الفيرتيكال لاين لود، شكل اللود على شكل لاين افقي، فيرتيكال لاين لود. طبعا هاي الحالة يعني بتكون غالبا يعني اشبه بايش؟ بالجدار، الحائط، الوول. الحائط لو جيت شوف، يعني الحائط فعليا بيكون بهذا الشكل. تمام؟ وبأثر على ايش؟ تقريبا بأثر على التربة على شكل ايش؟ لاين لود وبشكل فيرتيكال. تمام، هذا الشكل. تمام، ما علينا، ايش سبب هذا اللود؟ بقول لك كيف، طبعا هو اللود كيف بيكون بوحده ايش؟
بيكون بوحدة مثلا كيلو نيوتن، كيلو نيوتن لكل متر، تمام؟ يونت لود، لأنه إيش بيكون طبعا هي اللي بيميز اللود يونت أو اللود اللاين لود. يعني مثلا زي قصة الجدار، الجدار إيش في ميزته؟ إنه الطول تاعه بالنسبة الطول، مال هذا القلم المرة صار الطول بالنسبة للعرض، تمام، كبير كتير. يعني لو جيت قرنت العرض تاعه بالطول تاعه بتلاقي انه العرض صغير جدا. ايش لما تكون عرض العرض مثلا 20 سنتي في حين انه طول الجدار حوالي 100 متر، تمام؟ بالتالي هذا ممكن نعبر عنه vertical line load. الحين لو بدي اجي احسب الاسترس المتولد من هذا اللود للنقطة A مثلا، بقول لي بده يساوي 2 في كيو، الكيو عبارة عن اللود اللي عندي اللاين بوحدة الكيلو نيوتن لكل متر مثلا، الزد قديش عمق النقطة A اللي بحسب عندها تأثير الاسترس، وعندي قيمة الاكس تربيع. الاكس تربيع او قيمة الاكس هتكون عبارة عن المسافة الأفقية بين اللود، مسافة الأفقية بين اللود وبين النقطة A، تمام؟ فقط مسافة أفقية. يعني مثلا أنا هي عند النقطة A، طب مثلا بحسب عند النقطة B دين، بروح أشوف قديش قيمة الـ X، مسافة أفقية، لأنه أنتم عارفين هيكون اللود ممتد، تمام؟ بضلني مثلا النقطة هاي بروح أعمل خط X X بالتالي مسافة أفقية بين اللاين لود وبين النقطة A، هي عبارة عن الإكس. يا بجيب من القانون مباشرة Q معايا، زد معايا، والإكس معايا، يا إما بروح على الجدول، جدول بناء على قيمة إكس على زد، الإكس وضحناها والزد وضحناها، بناء على قيمة إكس على زد بطلع قيمة الاسترس دلتا ستريس على Q على زد. بروح على هذا الجدول اللي هو 315 صفحة 315، هذا الجدول بقول لي بناء على قيمة X على Z بجيب قيمة دلتا Q على Q على Z. مثلا طلعت معنا X على Z الأبعاد 0.6، باجي بقول والله القيمة هاي هتكون 0.344، تمام؟ طلعتها 0.44، بالتالي إيش هيصير معايا؟ هتصير مثلا دلتا استرس على كيو على زد بدها تساوي 0.44 مثلا، القلم بالمرة يا سيدي، طلعت قيمة، تمام؟ بعوض بقيمة كيو معايا، وبعوض في قيمة الزد معايا، وبطلع قيمة الدلتا استرس الناتجة عن اللاين، تمام؟ طبعا لو جيت مثلا مش شرط يعني تكون هيك، يعني ممكن تكون النقطة هنا، تمام؟ بهذا الشكل، هاي اكس واي زد. بدي اياكم تلاحظوا شغلة، لو جيت على الجدول اللي هين او الجدول اللي قبل، لاحظ في عندي قيم، يعني لو جيت على قيمة اقصى قيمة اكس على زد اللي هي قيمة قديش؟ 3، تمام؟ ايش يعني 3؟ اكبر قيمة، قيمة الاكس كبيرة بالنسبة لزد، قديش قيمة عندها؟ 0.006، بالتالي قيمة الدلتا دلتا ستريس، الدلتا ستريس تقريبا صغيرة. تعرف لما تطلع الرقم 0.006 بمعنى انه قيمة الاكس هاي كبيرة. ايش يعني قيمة الاكس كبيرة؟ بمعنى انه البعد بين اللود وبين النقطة كبير هذا الشكل. هاي النقطة مثلا، وهي قيمة طبعا هاي الزد وهي الاكس، قيمة الاكس كبيرة كتير، بالتالي اللود اصلا النقطة بعيدة كتير عن اللود، فتأثيرها عليها بيكون شيء كبير، تمام؟ نفس الاشي في موضوع البوينت لود، لو مثلا اللود اللي عندي اللي بيأثر هين، هاي البوينت لود، هاي ايه؟ وهي المسافة R. إذا المسافة R هاي كبيرة، لو جينا على الجدول، إذا المسافة R كبيرة هتلاقي إنه تأثير اللود على النقطة قليل، تمام؟ بعكس الحالة اللي هي الحالة الأولى، لما الإكس على زد بصفر، يعني قيمة الإكس بتطلع بصفر،
قديش قيمة الاستريس؟ أكبر ما يكون بوينت، أو قيمة المعامل اللي معايا بوينت 637 أكبر ما يكون. إيش معنى إكس إكس بصفر؟ بمعنى إنه اللود وين يقع؟ اللود يقع أو النقطة تقع أسفل اللود بالضبط. تمام؟ يعني إنه النقطة قريبة جدا من اللود، بالتالي تأثير أو الاستريس المتولد عندها يكون كبير. هاي بس بعض القراءات للأرقام يعني. طبعا في نفس الآلية لو طلع معنا رقم بين مثلا طلع معنا بوينت 2 أو بوينت 3.6 بوينت 3.7 هين بدك تعمل انتربوليشن. ننتقل للحالة اللي بعدها اللي هي الهوريزونتال لاين لود. الهوريزونتال لاين لود هو نفس الموضوع تمام، لكن هذا اللود لاين فيرتيكال قلنا زي الوول مثلا، وهذا الحالة اللي هي هوريزونتال. لما انا ما عنديش يعني تصور انه يكون في كيف شكل اللود الهوريزونتال من ايش ممكن يكون متولد، يعني ممكن تكون بريسنج او انكور، بس الانكور برضه بتاثر في نقطه واحده، او ممكن ايش تكون مثلا عندي تل بهذا الشكل تمام، ومثلا او عندي شيت بايل او شيء، فانا عامل ايش؟ عامل يعني مثلا عندي تلين بهذا الشكل، مثلا حاطط هين زي بيم وهين بيم، وفي داعمهم بانكور عشان بهذا الشكل، عامل انكور بهذا الشكل، بالتالي البيم اللي هين هيكون مأثر على التربه بشكل لاين لود. يعني هاي الحاله الوحيده اللي بعرفها، ما اعتقدش يعني حتى نادره مش كثير يعني بتكون موجوده هذه في داعم السلوب تاع التربه بيستخدموه لما يكون عندهم حفر كبير والستراكشر بده يجي هين، او القواعد اللي بدهم يعملوها للستراكشر تيجي هين، فبدهم يدعموا الجوانب عشان الانهيارات. تمام، هاي الحاله اللي بعرفها قضيه اللاين لود او الهوريزونتال لاين لود. المهم ايش ما يكون سبب اللاين لود، في الاخر بدي احسب الاستريس الناتج عنه عند مثلا النقطه A، زي ما هو معطيني مثال النقطه A تمام. النقطة ايه؟ بقول لي انه الاستريس عند النقطة ايه المتولد من لاين لود او هوريزونتال لاين لود 2 في كيو، الكيو اللود كيلو نيوتن لمتر مثلا، اكس مسافة افقية، نفس قضية الفيرتيكال لاين، وفي عندي قيمة الزد قديش العمق، وعندي فقط Q X و Z، نفس القضية في موضوع الـ Vertical Line. يا إما بجيبها من القانون، يا إما بروح على الجدول باخذ قيمة X وباخذ قيمة Z وبروح على الجدول وبجيب إيش؟ هاي القيمة اللي هي الاستريس على Q على Z. قيمة Q عندي، قيمة Z عندي، بجيب الاستريس. والجدول هي موجود في صفحة 307 أو 317. هاي جدول صغير هنا معطيك شكل الحالة، هي اللود وهي عندي قديش العمق، والإكس عبارة عن المسافة الأفقية بين النقطة، يعني أنا شايف إنه هاي أو قيمة الإكس هنا أوضح مسافة أفقية مباشرة تمام. وهي بناء على إكس على زد بجيب اللي هو الكوفيشن دلتا ستريس على كيو على زد، بعوض في كيو بعوض في زد ما هو موجودات معي، وبجيب الستريس الناتج عن اللاين لود بنفس الآلية بحسب عند أي نقطة تمام. وطبعا الحين مش حقعد أكرر يعني موضوع إنه مثلا يكون عندي أكثر من فيرتيكال لاين تمام، ممكن يكون عندي فيرتيكال لاين تاني، ممكن يكون عندي لاين لود تاني، فبالتالي بحسب لكل واحد على حدة وبجمعهم في الآخر مع بعض. روح على الحالات المنطقية أكثر، يعني موضوع البوينت لود واللاين لود مش كتير دارج، الدارج هو ايش؟ موضوع القواعد والامور هاي، لانه في الاخر احمال الاستراكشر غالبا بتنتقل للتربه من خلال القواعد. تمام؟ عندي الحاله اللي هي الاستيرب لود الناتجه عن قاعده الاستيرب. اعتقد اغلبكم بتعرف قاعده الاستيرب هي عباره عن قاعده بيكون لها عرض محدد والطول بيكون تقريبا كبير بهذا الشكل، مش عارف ليش هاي بتجيني كتير. خلينا احاول احل هاي القصة. ما
يعني لو جيت هيك تمام، يعني أنا مثلا هي القاعدة بتكون بهذا الشكل، أو لا هي موجودة عندي، يعني مش عارف ليش قاعد برسم فيها. هي القاعدة عندي بهذا الشكل، بيكون طولها كبير وإلها عرض معين. غالبا هاي القاعدة بتكون وظيفتها شغلتين، يا إما بتشيل شير وول، يا إما بتشيل ريتيننج وول. تمام، بتشيل شير وول أو بتشيل ريتيننج وول بهذا الشكل. تمام، هاي القاعدة بتأثر على التربة، بنتقل أحمالها بتنتقل على التربة وبتأثر على أي نقطة تحت أي عمق. لو بدي أجي أحسب الاسترس الناتج عن هاي القاعدة في عند النقطة A، تمام، بيقول لي طبعا من هالحين خلص تقريبا مش هتلاقي قوانين، هتلاقي الموضوع كله عبارة عن جداول. تمام، بيقول لك لو عندي قاعدة شرطية حدد لي قديش قيمة أول إشي الكيو. الكيو عبارة عن اللود الناتج عن القاعدة، طبعا هتكون بوحدة كيلو نيوتن لمتر تربيع، مثلا وحدة كيلو نيوتن لمتر تربيع، لأنه الأحمال بتاعت القاعدة بتتوزع على مسافة معينة. طبعا هذا اللود لو قاعدة أنت من أو من التصميم الإنشائي للاستراكشر بتقدر تجيب اللود الكيو هذا من من يعني كل قاعدة بتعرف قديش جاي عليها لود وقديش اللود اللي راح ينتقل على التربة. تمام، بدي أحسب عند النقطة A مثلا، أحسب الزيادة في الاسترس، بدي أعرف قيمة الإكس. الإكس عبارة عن المسافة بين سنتر القاعدة والنقطة A. تمام، نفس الآلية، لو النقطة يعني مثلا النقطة A أنا شايفها جاية على حافة القاعدة، لو جيت في نص القاعدة نفس الإشي. هاي النقطة B مثلا قديش المسافة إكس، هاي المسافة إكس من سنتر القاعدة للنقطة اللي بحسب عندها، وكذلك قيمة الزد اللي هي قديش عمق النقطة اللي بحسب عندها. تمام، زد العمق تاع النقطة، بناء على هاي القيمتين بقدر أروح على جدول وأحسب قيمة دلتا ستريس على كيو. طبعا الجدول فانكشن بجيب 2 زد على بي، قيمة 2 زد على بي 2 زد، والبي طبعا نسينا نحكي البي، البي عبارة عن ايش؟ العرض تاع القاعدة. تمام، هذا العرض، وهيكون في عندي طول، العرض هو الطول الأقل، 2 زد على بي وقيمة 2 اكس على بي، باخذهم وبروح على جدول 320. هاي جدول 320 بناء على قيمة، يعني خليني بناء على قيمة 2 زد على بي وبناء على قيمة 2 اكس على بي. تمام، بختار مثلا طلعت 2 زد على بي، طلعت 1 مثلا، طلعت 1 2 زد على بي، بعمل خط زي هيك. مثلا قيمة ال 2 اكس على بي طلعت 0.4، بعمل زي هيك بتطلع هاي القيمة. هاي القيمة ايش؟ عبارة عن اللي هي دلتا ستريس على كيو. تمام، تطلع دلتا ستريس على كيو، قيمة كيو معايا بجيب الدلتا ستريس. تمام، لأنه هذا بتكون بهذا الشكل، دلتا ستريس على كيو بتطلع رقم من الجدول، كيو معي بجيب الزيادة في الستريس. لكن هذا الجدول يا شباب يعني ممكن يغلبكم شوي، بحيث مثلا طلعت قيمة 2 زد على بي ولنقل انه طلعت 1، ماشي، لكن قيمة ال 2 اكس على بي طلعت 0.22، بالتالي تمام، بالتالي هي الواحد 0.22، هي عندي ال 0.2 وهي عندي ال 0.3 عند هاي القيمتين. تمام، وبحسب انتربوليشن عند ال 0.22، بعمل انتربوليشن بين هدول القيمتين. تمام، لكن وين المشكلة؟ طبعا مو نفس الشيء ممكن يصير انتربوليشن من الشقتين، ممكن يصير انتربوليشن انه بحس 2 اكس على بي تطلع 2، لكن القيمة 2 زد على بي تطلع 0.92، بالتالي بدي اعمل انتربوليشن بين هاي القيمة وبين هاي القيمة. تمام، المشكلة انه يكون عندك انتربوليشن في الجهتين، بحيث مثلا تطلع قيمة ال 2 زد على بي 0.92، بالتالي هتطلع القيمة هين
وتطلع يعني هتكون بين هذا الرقم بين هدول الرقمين، بدي اعمل انتربوليشن هين واعمل انتربوليشن هين، ومثلا تطلع قيمة ال 2 اكس على بي 0.22. تمام، هتعمل انتربوليشن بين القيمتين هدول وتطلع رقم، وتعمل انتربوليشن بين هدول القيمتين وتطلع رقم. بعد هيك بدك تعمل بين الرقمين اللي طلعتهم بدك تعمل انتربوليشن بين البوينت 1 والبوينت 2، او لا بين البوينت 2 والبوينت 3 عشان تطلع البوينت 2.2. تمام، اعتقد فاهمين موضوع الانتربوليشن، يعني هو بس بغلب شويه. تمام، بتقدروا يعني تجيبوا القيم من الجدول بكل سهوله. هاي الحالة تبعت السيرفلود. ننتقل للحالة اللي بعد هيك اللي هي الامباكمنت لود. ايش الامباكمنت؟ الامباكمنت عبارة عن ايش؟ عبارة عن السد الرملي اللي بوضعوه على ضفاف الانهار او ضفاف المسطحات المائية، ممكن يحطوه كلاندسكيب في مثلا لما يفصلوا بين طريقين والامور هاي. لو بدكم تشوفوا شكله، هاي شكله. تمام، هاي مثلا مثال على اللاندسكيب، بيكون سد لكن من تربة معينة. طبعا زي ما قلت لكم ممكن يحطوه على ضفاف الانهار على مسطحات مائية، ممكن يستغلوه مثلا هاي بدهم يعملوا طريق يمر من فوق المسطح المائي، في نفس الوقت بدهم يشي يكلفوا حالهم ويعملوا جسر لانه واضح انه المسطح المائي اللي هنا عمقه قليل، فبالتالي بقول لك لا بنعمل امباكمنت وبنعمله في بتربة معينة وبنقطع عليه الطريق. شكله في الغالب بيكون زي ما انتم شايفين عبارة عن شبه منحرف بهذا الشكل، يعني هو في جهة تانية مثلث وشبه منحرف، يعني شكله في الغالب بيكون بهذا الصور، شكله غالبا بيكون زي هيك. تمام، مش عارف ايش قصة، تمام بيكون شكله بهذا هيك تقريبا. صراحة كثير تغلبت من قصة القلم اللي هين، كل شوي يعمل لي تحديد لحاله. تمام، بيطلع شكله تقريبا زي هيك. لكن الحالة اللي عندي لاحظ انه هو يعني الجدول اللي عمله قدر يحسب له فقط اللي هو الشكل اللود اللي بهذا الشكل، نظام شبه منحرف او مستطيل مع مثلث. تمام، ولاحظ النقطة اللي بيقدر يحسب عندها وين مكانها، النقطة تقع هاي النقطة ايه؟ تقع على حافة المستطيل من هين على الطرف. تمام، مش الطرف حتى اللي هين، الطرف اللي هين تقع على الحافة، يعني النقطة ايه فيش مجال انك تحسبها مثلا هين او هين او هين، لا القانون اللي معي بيحسب على هاي على حافة المثلث. بالتالي لو اجيت قلت قديش قيمة الدلتا ستريس الناتجة عند النقطة A من هذا الشكل شبه منحرف او مستطيل ومربع، بيقول لي من خلال جدول على طول مباشرة بقول انه الزيادة في الستريس عبارة عن كيو في اي. ايش الكيو؟ الكيو عبارة عن اللود الناتج من الامباكمنت. طب قديش قيمة كيو؟ الامباكمنت عبارة عن سويل في الاخر. الكيو للسويل قديش كنا الاسترس الناتج عن السويل عن وزن السويل كيف كنا نحسبه؟ كنا نقول الكيو عبارة عن الجاما في الاتش، الجاما في الارتفاع الكلي للامباكمنت. تمام، يعني في شابتر 9 تكلمنا كثير عن موضوع الاسترس الناتج عن السويل عن وزن السويل، جاما قديش، طبعا لو جاما لو كان ساتوريشن لو كان مويست لو كان دراي، ايش ما تكون حالة التربة بتاخذ الجاما تاعتها تضربه في الاتش بتجيب الكيو او الاستريس طبعا المتولد عن سطح الارض الناتج عن الامباكمنت. تمام، جبت الكيو بضل عندي اجيب الاي، الاي بجيبها من جدول بناء على قيمة بي 1 على زد وبي 2 على زد. ايش قيمة الزد او ايش هي البي وايش هي البي 2 وايش هي الزد؟ الزد عبارة عن الاليفي او العمق للنقطة A، يعني قديش النقطة A تبعد عن سطح الارض. البي 1 عبارة عن طول القاعدة للمستطيل. تمام، عبارة عن طول القاعدة للمستطيل من هين لهين.
والبي 2 عبارة عن طول القاعدة لإيش؟ للمثلث. بالتالي باخذ بي 1 على زد وبي 2 على زد وبروح على الجدول اللي بصفحة 327. طبعا هو مش جدول، هو عبارة عن صورة أو تشارت بهذا الشكل. هي عندي على الإكس أكسس بي 2 على زد، والمنحنيات عبارة عن إيش؟ عبارة عن بي 1 على زد، تمام؟ والواي أكسس عبارة عن الآي. كيف بتعامل مع الجدول؟ مثلا بي 2 على زد طلعت بوينت 1، هي بوينت 1، وطلعت مثلا بي 1 على زد مثلا طلعت بوينت 2، بالتالي هي بي 2 على زد طلعت بوينت 1، بطلع خط لغاية بي 1 على بي زد بوينت 2، هي بوينت 2، تمام؟ وبروح بعمل خط أفقي وبوصل على إيش؟ طبعا مش كثير رسم، بتطلع تقريبا بوينت 1.6 بوينت 1.7 اللي هي قيمة ايش؟ قيمة الاي على محور الواي. نفس الآلية ممكن ايش؟ يصير عندي انتربوليشن مثلا، مش انتربوليشن، مثلا طلعت بي 1 على زد طلعت مثلا بوينت 3.3، بالتالي من بوينت 1 مثلا بطلع عند بوينت 3.3 هي بين المنحنيين تقديريا، وبروح اوصل خط بهذا الشكل. تمام؟ بدي اياكم تلاحظوا لي شغلة، انه البي 2 على زد اقل قيمة لها قديش؟ 0.01، بمعنى انه قيمة البي 2 مستحيل تصل للصفر، يعني اقل قيمة 0.01. بي 2 اللي هي ايش؟ بي 2 عبارة عن طول القاعدة للمثلث. لكن لاحظ انه قيمة بي 1 على زد لها قيمة بصفر، بمعنى انه في امكانية انه قيمة البي 1 تكون بصفر، تمام؟ اللي هي ايش؟ طول القاعدة. وهذا اشي منطقي، انا ممكن ان استغنى انه البي 1 في الكمام امباكمنت ممكن استغنى عن المستطيل، والامباكمنت يكون عباره عن ايش؟ يكون عباره عن مثلث بهذا الشكل، تمام؟ ممكن امباكمنت يكون على شكل مثلث، لكن مش من المنطقي يكون على شكل مستطيل مباشره. يعني هاي عندي الصوره، مش منطقي انه يكون عباره عن مستطيل. ليش؟ لانه في الاخر هذا مش كونكريت، هذا سويد، محتاج يكون في عندي ميل معين، سلوب معين، عشان الاستابيليتي للتربه ما يصيرش عندي انهيار. لو انا جيت عملت تربه على شكل مستطيل على طول هيصير عندي انهيارات جانبيه، لكن لو جيت عملت لها سلوب بهذا الشكل بالتالي في عندي استابيليتي في الاستراكشر بتاع التربه، تمام؟ بالتالي انا بقدر اعمل مستطيل مثلث لحال، لكن بقدرش اعمل مستطيل لحال. نفس الآلية، بمعنى انه الحين لو انا عندي لود على شكل مثلث، تمام؟ عندي لود بشكل مثلث، بقدر احسبه من القانون تبع الامباكمنت، بحيث بقدر احسب، ثواني، بقدر احسب، بالتالي بقدر احسب الاسترس المتولد عند نقطة اسفل حافة المثلث بهذا الشكل، تمام؟ من خلال قانون ايش؟ الامباكمنت، بحيث انه قيمة البي 1 هتكون عندي بصفر، فيش عندي مستطيل، وقيمة البي 2 عبارة عن عرض او طول قاعدة المثلث، والزد هيكون الاليفيشن للنقطة اللي بحسبها عندها، تمام؟ بمعنى انه لو اجاك صدفتك حالة مثلث، المثلث بنحسبه من الخاص حالة الامباكمنت، بحيث انه بي 1 بصفر. لكن من هنا بقدرش احسب المستطيل، لانه بي 2 ولا عمرها في الامباكمنت بتكون بصفر. ننتقل للحاله اللي بعدها اللي هي قيمه او حاله السيركلر. لو كان عندي لود دائري، طبعا اللود الدائري المؤثر، لو عندي لود دائري مؤثر على التربه، من وين ممكن يتولد؟ بكل بساطه بتولد من الخزانات تاعت المياه الارضيه. لو عندي خزان ارضي هذا الشكل دائري بأثر على سطح التربة، طبعا راح ياخذ شكل قاعدة الخزان اللي هي هتكون دائرية، أو شكل الخزان اللي هو الدائري، بالتالي اللود هيكون بشكل دائري. فلو بدي أحسب الاستريس الناتج من عن هذا اللود تحت سنتر الدائرة، مثلا عند النقطة A تقع أسفل سنتر الدائرة، هتكون عبارة عن عندي
دلتا ستريس على كيو بدها تكون فانكشن في الزد على ار. الزد قديش النقطة A تقع أسفل الدائرة أو عمقها عن سطح الأرض. الار عبارة عن الراديوس للحمل الدائري. وطبعا الحمل هيكون له قيمة كيو، الكيو هتكون متر كيلو نيوتن لمتر مربع مثلا. باخذ قيمة زد على ار وبروح على الجدول اللي في صفحة 331 331. هاي جدول بناء على قيمة زد على ار بجيب قيمة الدلتا استرس على كيو. تمام، مثلا طلعت بوينت 2 بتطلع الدلتا استرس على كيو بوينت 9999. طبعا ايش يعني لاحظ انه زد على ار بصفر؟ ايش يعني زد على ار بصفر؟ انه قيمة الزد بصفر، بمعنى انه النقطة A وين بحسبها؟ على سطح الارض. وعلى سطح الارض قديش الاسترس بده يكون؟ بده يكون عبارة عن قديش عندي كيو، نفس الكيو بدي اضرب كيو في المساحة تاعتها، يعني هي قيمة كيو، بالتالي دلتا استرس على كيو تطلع بواحد، لانه الاسترس هو نفسه الكيو. تمام، ولو في عندي انتربوليشن بعمل انتربوليشن بكل بساطة. تمام، هاي الحالة لما يكون فقط النقطة A تقع وين؟ أسفل سنتر اللود. الحالة اللي بعدها لما تكون بدي، طبعا نفس الحالة هتكون عندي لود سيركولار دائري، لكن بدي احسب نقطة غير اللي تقع تحت السنتر. احنا في الحالة اللي قبل شفنا النقطة اللي تقع اسفل سنتر الدائرة. لو بدي احسب على نقطة بعيدة عن سنتر الدائرة مثلا نقطة A، بالتالي محتاج قيمة اول اشي كيو لللود اللي عندي متر كيلو نيوتن متر مربع. بدي قيمة الزد قديش النقطة A بتنزل عن سطح الارض، وبدي قيمة الار اللي هي ار كابيتال الراديوس لللود اللي عندي، وبدي قيمة ار سمول اللي هي قديش تبعد سنتر الدائرة عن النقطة اللي بحسب عندها اللي هي ايه، لكن في المستوى الافقي، ما حدش ياخذ لي الاتجاه زي قصة البوينت لود. الار في الاتجاه الافقي او في المستوى الافقي مش تروح تحسب لي اياه بهذا الشكل. تمام، بمعنى اذا عندي اللود بهذا الشكل، تمام، هاي السنتر تاعه ومثلا هاي النقطة ايه، بروح اشوف قديش المسافة ار بيناتهم وباخذها في الحسابات. بالنسبة للار كابيتال عبارة عن الراديوس للمساحة الدائرية. باخذ هاي القيم، باخذ قيمة زد على ار كابيتال والار سمول على الار كابيتال، وبروح اجيب ايش؟ قيمة A داش و B داش. تمام؟ بروح على جدول صفحة 100 قديش؟ مش كاتب رقم الجدول. تيبل 10 7 او 10 8، وين التيبل؟ هاي تيبل، هاي 10 7 وتحت 10 8. 10 7 بيقول لي بجيب لك قيمة الـ A داش بناء على زد ار والـ ار ار سمول على ار كابيتال. هاي زد على ار كابيتال، بجيب هاي، خلينا امسك القلم بس، بحدد مثلا زد على ار طلعت 0.6، قيمة الار سمول على ار كابيتال طلعت مثلا 0.6 كمان، هاي 0.6 مع 0.6 بتطلع هاي القيمة. تمام؟ هذه القيمة عبارة عن ايش؟ عبارة عن A داش. جبت الـ A داش 100%، بروح على الجدول الثاني، هاي 0.6 مع 0.6 بجيب قيمة الـ B داش. جبت الـ A داش والـ B داش بناء على قيمة زد ار، زد على ار كابيتال وار سمول على ار كابيتال، بروح اجيب القيمة الدلتا ستريس عبارة عن الـ Q اللود اللي عند الدائري في الـ A داش زائد الـ B داش. طبعا هذا الاسترس المتولد عند النقطة A اللي بتقع على مسافة من اللي هو سنتر الدائري. طبعا ممكن احسب تحت هذا، يعني ممكن ايش؟ احسب تحت سنتر الدائرة، صح انا حسبته هين، بقدر احسبه من هين، برضه بقدر احسبه من هين. يعني باخذ قيمة الار بقديش؟ باخذ قيمة الار بصفر. تمام؟ باخذ قيمة الار بصفر، بالتالي ار يعني في عندي هاي نقاط الصفر مع الصفر، او هاي لا هذه ما لهاش علاقة، يعني مثلا هاي قيمة، وين قيمة الار؟ هاي الار سمول بصفر، هاي الار سمول، هاي قائمة الار سمول بصفر، بتطلع لي نفس القيم بتاعت الحالة اللي قبل، بحيث انه احسب تحت سنتر الدائرة.
طلع لنا الحالة الأخيرة واللي هي الحالة بالنسبة لي الأهم، تمام، اللي هي ريكتانجولار اريا، لأنه أنا أصلا أغلب الاستراكشر اللي عندي أغلب القواعد كلها ريكتانجولار، سواء كانت مربعة أو مستطيلة أغلبها ريكتانجولار، والأحمال اللي بتنتقل على التربة أغلبها بشكل ريكتانجولار، تمام. لو بدي أجي أحسب الستريس بالنقطة A أسفل الريكتانجولار لود مستطيل، لاحظ بدي أتنتبه إلى شغلة مهمة، مثلا هاي ريكتانجولار تمام. النقطة A مش عارف أنا في حاجة في القلم بصراحة، حاول في الفيديو الثاني أعدلها بس مش عارف ايش هي بالضبط، لحاله بصير أحدد تمام. النقطة A اللي أنا بحسب عندها عبارة عن ايش؟ عبارة عن الكورنر لكورنر المستطيل، بمعنى إنه أنا بقدر أحسب الستريس أسفل كورنر المستطيل من هين أو الكورنر من هين أو الكورنر من هين أو من هين فقط لا غير، ما اقدرش احسب هين او هين او هين، لا، القانون كقانون طبعا كقانون بحسب لي الاستريس اسفل كورنر المستطيل. لاحظ انه النقطة A وين مكانها جاي؟ نقطة A هايها جاية من الكورنر لتحت، نفس الآلية ممكن احسب عند الكورنر هادي، عند الكورنر هادي، عند الكورنر هادي، اسفل الكورنر. عشان احسب اسفل الكورنر بيقول لي انه الدلتا ستريس عباره عن كيو في ال 3 في الاي 3، كيو عباره عن اللود الريكتانجولر اللي عندي جاي من قاعده مثلا كيلو نيوتن لكل متر، المهم اللود بيكون موجود عندي او الستريس، هو ستريس لانه كيلو نيوتن لمتر مربع ستريس، لكن ستريس وين؟ ستريس على سطح الارض، لما ينتقل لتحت بده يقل لانه ايش هيصير عندي زياده في المساحه اللي هيتوزع عليها اللود، تمام. الاي طبعا كيو عندنا، الاي كيف اجيبها؟ الاي بيعتمد على قيمه ام وان، الام بيقول لي الام عباره عن بي على زد، ايش البي او خلي بي على زد والان ال على زد، الزد قديش النقطه A تبعد عن سطح الارض، والبي والال عباره عن ايش؟ عباره عن ابعاد الريكتانجولار، تمام، ابعاد الحمل الريكتانجولار، يعني هاي الريكتانجولار ابعاده، بحيث انه قيمه البي عباره عن الطول الصغير، البي الطول الصغير والال عباره عن الطول الكبير. بدخل بناء على قيمه البي بي على زد والال على زد بجيب قيمه الاي من جدول رقم قديش؟ 3 3 هاي 3 3 7، بجيب بناء على قيمه الان وقنا بناء على قيمه الام اللي حسبناه قبل شوي، بجيب قيمة الاي 3 عند أي نقطة بشوف قديش التقاطع بجيب الاي 3، طبعا هاي في تكملة للجدول، تمام. هيك بس بدي اياكم تركزوا النقطة اللي أنا بحسب عندها دائما في المستطيل الكورنر اللي هي زاوية المستطيل، أي كورنر من الكورنرات اللي عندي، تمام. هالحين أنا لو بدي أجي أحسب تحت سنتر المستطيل، أنا قبل شوية حساباتي أو الطريقة هاي بتعتمد إنه أحسب عند الكورنر، طب أنا لو بدي أجي أحسب عند منتصف المستطيل، في عندي خيارين. الخيار الأول بيقول لي بكل بساطة بتقدر تقسم اللود المستطيل بهذا الشكل، تمام؟ ممكن تقسم اللود المستطيل بهذا الشكل بحيث يصير عندك مساحة واحد، مساحة اثنين، مساحة 3، مساحة 4، تمام. والنقطة A الحين، النقطة A صارت كورنر بالنسبة للمساحة 1 وصارت كورنر بالنسبة للمساحة 2 وكورنر بالنسبة لـ3 وكورنر بالنسبة 4، بالتالي بقدر أقول أحسب كل واحدة على حدة، أجيب الستريس عند النقطة A ستريس 1 جاي من الأريا هاي وأجيب ستريس 2 من نقطة 2 واجيب ستريس 3 وستريس 4 واجمعهم، تمام؟ طبعا انا عشان الـ A جاي في المنتصف بالتالي ايش ممكن احسب فقط ستريس 1، لانه ستريس 1 ايش ابعاده؟ عبارة عن نص الطول اللي هين ال على 2، هي ال الكلية ال على 2 وهي هتكون عبارة عن B، بالتالي هتكون B على 2. بحسب
الاستريس من واحد وبضرب في 4 لانه نفس الكيو ونفس الابعاد تمام، والنقطة A كورنر بالنسبة له، لكن لو اختلفت الابعاد بالتالي محتاج احسب 1 2 3 4 كل واحد على حدة تمام. هاي فكرة كيف احسب في منتصف المستطيل انه احول له اقسمه وخلي النقطة A كورنر بالنسبة لاكثر من شكل. وفي ما عندي طريقة سريعة اللي هي ايش، في عندي قانون جاهز بحسب لي اياها في المنتصف تمام، او جدول جاهز بقول لي انه الاستريس عند السنتر كيو في اي 4. ايش الاي 4؟ بقول لك بدخل على الجدول بقيمة ام 1 وان 1. الام 1 عبارة عن ال على بي، ال الطول الكلي طول الكبير او البعد الكبير، والان زد على بي او يساوي زد على بي كابيتال. طبعا هاي انساها عشان تصير ان واحد عبارة عن 2 زد قديش العمق تاع النقطة A، والبي عبارة عن البعد الصغير. بدخل على جدول بقيمة ام واحد وان واحد اللي هو جدول في صفحة 340، او مش جدول هو مخطط تمام، مخطط نفس الاشي، هي زد على بي وال على بي. بحسب يعني مثلا طلعت معي زد على بي 3، بطلع هيك مثلا ال على بي 5 وبروح بجيب قيمة الاي تمام، ما فيش اي مشاكل. هاي الاي على الواي اكسس وهنا اكس اكسس والمنحنيات ال على بي. طبعا هي غريبة يعني ثواني، فيريانس اوف ال على بي، معقول هاي هي عبارة عن السنتر فيريانس 10.2؟ لا والله شكلي متلخبط، لا شكلي متلخبط. هل هنا اقول لكم حالة الكورنر الها جدول والها رسمة، بس اعتقد هاي الجدول صح، هاي الجدول ام واحد وهي ان واحد تمام، هاي ان وهي ام، وبجيب منها تمام، بصير اعمل تقاطع وبجيب بيناتهم. لكن انا من ناحيتي بفضل انه المستطيل، لانه اصلا شغلنا هيكون كثير على المستطيل، بفضل انكم تعتمدوا موضوع الكورنر، خلص تعتمدوا طريقه الكورنر، ولو اجت في السنتر بتقسم لاشكال تمام، لانه في الغالب انا اصلا بعطيكاش اياه في السنتر، بقول لك تعال احسب لي اياه هنا تمام. بالتالي هذا القانون او هاي الحاله بتلزم كاش، لانه هاي الحاله لا فقط للسنتر. في حالة مثلا اديتك اياها هين هنشوف كيف ايش بنحسبها من قانون الكورنر، عشان هيك موضوع المستطيل حابب انكم ايش يعني تعتمدوا موضوع الكورنر تمام. هيك خلصنا كل الحالات اللي بوجد من خلالها الاسترس تحت او الاسترس او تاثير الاسترس الخارجي على نقطه اسفل التربه او خلال مقطع التربه. بعد هيك اسئله خليها لفيديو ثاني، لكن اللي بدي انوه عليه بدي اياكم تنتبهوا لشغله، لاحظوا انه في الحسابات كلها انه احنا كنا ندخل فقط ايش؟ ابعاد بي 1 بي 2 اتش زد امور زي هيك، هل شفت انه دخلت معنا جاما، دخلت علينا شيء؟ هتقول لي لا ما دخلش معنا جاما، بالتالي اختلاف طبقات التربه تمام؟ يعني مثلا اختلاف طبقات التربه لا يؤثر على موضوع انتقال الاحماء او انه اللود ممكن يتوزع بشكل مختلف. يعني سواء هاي الطبقة اللي توزع فيها اللود سواء كانت تمام، سواء كانت طبقة من نوع واحد أو من طبقة من نوع تاني، مش هتأثر على موضوع انتقال الاسترس، هتغير على موضوع تاني، هتأثر على موضوع السيتلمنت والأمور هاي اللي قدام، لكن موضوع انتقال الاسترس أو تغير الاسترس من سطح الأرض لعمق معين بتأثرش عليه، فقط بتأثر قديش بتبعد أبعاد القاعدة بعد اللود والأمور هاي كلها تمام. إن شاء الله في الفيديو القادم راح نتطرق لمجموعة من الأسئلة على هذا الموضوع. ويعطيكم ألف عافية.